بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 85. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك حياكم الله. نعود في هذه الحلقة وفي بدايتها إلى رسالة من أحد الإخوة المستمعين، عرضنا فيها سؤالا عن كون المهر وقراءة الفاتحة تعتبر عقدا في الزواج أو لا، ويسأل في هذه الحلقة فيقول: هل هناك نسبة محددة للربح في التجارة، مثلا نصف القيمة أو ربع القيمة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أباح التجار بالبيع والشراء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. في الآية قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والتجارة بالأموال المباحة مجمع عليها بين أهل العلم، وهي من خير الكسب. وقد جاء في الحديث أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. وليس للربح في التجارة حد مقدر، وإنما هذا يرجع إلى السعر في الأسواق، ارتفاع السعر في السوق أو انخفاضه، هذا يرجع إليه. وكذلك إذا كان البيع مؤجلا وكانت الزيادة هي من أجل التأجيل فلا مانع من ذلك، لأنه معلوم أن الإنسان لا يبيع مؤجلا إلا إذا كان يحصل على فائدة تزيد عن بيع الحاضر. لأجل مصالح العباد أبيح البيع المؤجل بزيادة عن البيع الحاضر، وليس لهذا تحديد، ولكن لا ينبغي للتاجر أن يستغل حاجة المحتاج ويزيد عليه زيادة باهظة، وإنما يكون هذا في حدود المعروف وفي حدود الزيادة التي لا تثقل على المحتاج، لأنه في الغالب لا يشتري مؤجلا، في الغالب لا يشتري مؤجلا إلا إنسان محتاج. فلا ينبغي للتاجر أن يستغل حاجة أخيه فيزيد عليه زيادة باهظة، وإنما يكون هذا في حدود المعقول. وكذلك إذا كان المشتري غرا لا يعرف قيمة السلع فلا يجوز له أن يخدعه وأن يزيد عليه زيادة باهظة. وإذا تبين هذا فإن له خيار الغبن، كما نص على ذلك أهل العلم، فإن خيار الغبن يثبت بزيادة الناجش والمستبسل، أي الذي لا يحسن أن ينافس ويساوم على السلع، وإنما يقبل قول البايع ويثق به. فلا يجوز للبايع أن يستغل سذاجة هذا المشتري أو جهل هذا المشتري فيزيد عليه زيادة باهظة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وتلقي الجلب من أجل منع التغرير بهم حتى ينزلوا إلى السوق ويعرفوا أقيام السلع. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا غبنوا. الحاصل أن الاتجار وطلب الربح أمر طيب ومشروع، لكن يكون في حدود المشروع، في حدود الأمور التي ليس فيها تغرير وانتهاج لحاجة المحتاجين وضرورتهم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عبد الرحمن عبد الله. الأخ عبد الرحمن يقول: ما حكم الزوجة التي تسب زوجها بأن تسب أبناءه على مسمع من والديه الذين يسكنون معه، علما بأن ذلك يؤذي والديه كما تعلمون، ولا سيما وأنهم يسمعون ما تقول؟ وجهوا مثل هذه المرأة ووجهوها، جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمسلم أن يكون سبابا ولا فاحشا ولا بذيئا، وإنما يكون المسلم طيب الكلام. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالكلام الطيب
كلام لطيف مع سائر الناس أمر مطلوب، فكيف بالكلام مع الزوج؟ فإنه يجب على الزوجة أن تخاطب زوجها بالكلام الطيب، ويحرم عليها أن تخاطبه بالكلام الفاحش والكلام البذيء سب والشتم، لأن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. قد أمر الله كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، ومن الإسلام المعروف تطيب الكلام. وجاء في الحديث أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأخشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فطيب الكلام مطلوب بين المسلمين عموما وبين الأقارب على وجه الخصوص، وبين الزوجين بعضهما مع بعض على وجه الخصوص. والإيذاء بالكلام لا يجوز. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جزاكم الله خيرا. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله أم بيادر تسأل وتقول: هل يجوز أن أقبل رأس والد زوجي أم أكتفي بمصافحته باليد فقط؟ وكذلك هل يجوز أن ألبس الكم القصير أمامه؟ وهل يجوز أن أكشف شعر رأسي أمامه أم يجب أن أغطيه؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. نعم، يجوز لك أن تقبلي رأس أبي زوجك لأنه من محارمك، فيجوز أن تقبلي رأسه وأن تسافحيه أيضا لأنه ليس في هذا محذور، إلا إذا خشي فتنة بالمصافحة. فإنه لا تجوز المصافحة المرأة على الرجل ولو كان من محارمها غير زوجها إذا كان في هذا فتنة. وكما ذكرنا، أبو الزوج هو من المحارم، فتعامله معاملة المحارم وتكشف عنده ما جرت العادة بتشفيه، تكشف رأسها ووجهها وكفيها عنده وقدميها، لأن هذه أمور جرت العادة بكشفها عند المحارم. أما الكم القصير وكشف الذراع أو العضد فهذا أمر لا يجوز إلا عند الزوج. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لأولاد الزوج من امرأة أخرى، كيف تتصرف امرأة أبيهم أمامهم؟ نعم، تتصرف أمامهم كتصرف أمام محارمها لأنهم من محارمها، لقوله تعالى: أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. فأولاد زوجها من زوجة أخرى أو من زوجات أخرى يعتبرون من محارمها، تكشف لهم ما جرت العادة بكشفه وتعاملهم معاملة المحارم. بارك الله فيك. تسأل أختنا فتقول: هل يجوز أن أضع مناكير على أظافر يدي علما بأنه يمنع وصول الماء ولكن لا أستعمله إلا في فترة الدورة؟ لا بأس باستعمال المناكير في فترة لا تحتاج أو لا تمر فيها بحالة وضوء كفترة الدورة الشهرية أو النفاس. أما في الفترة التي تصلي فيها وتتوضأ إنه لا يجوز لها أن تضع المناكير على أظافرها لأنها تمنع تقول الماء إلى ما تحتها. جزاكم الله خيرا. إذا أصيبت المرأة بنزيف لسبب ما، فهل عليها القيام بالصلاة وكأنه ليس عليها شيء؟ نعم، المرأة تصلي إذا أصيبت بالنزيف. النزيف لا يمنع الصلاة، إنما الذي يمنع الصلاة هو الحيض والنفاس. أما النزيف فإنه دم وعرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع الصلاة والصيام، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة لأن خروجه يكون منه، فعليها أن عند كل صلاة وتضع على المخرج شيئا يمنع الخارج من القطن أو غيره مما يمنع خروج الخارج، وتتوضأ وتصلي. جزاكم الله خيرا. من سوريا دمشق رسالة باعثها مستمع وقع في نهايتها بقوله: أخوكم في الله شين ألف شين. أخونا يسأل جملة من الأسئلة، في أحدها يقول: أسألكم عن رجل إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أمر أو نهي قال: لبيك يا رسول الله، هل لهذا أصل؟ وهل أثر عن أحد من السلف رضي الله عنهم أم هو من محدثات الأمور؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس أن يقول لبيك يا رسول الله إذا سمع أمرا من الرسول أو نهي من الرسول، بمعنى أنني أبادر
بطاعتك وامتثالك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فقول لبيك هذا عبارة عن قوله سمعنا وأطعنا، لأن لبيك معناها الإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، لما قال لمعاذ: يا معاذ، قال معاذ: لبيك يا رسول الله. ثم أعاد عليه فقال: لبيك يا رسول الله فسعديك. وكرر عليه، وكل مرة يقول: لبيك يا رسول الله. دل هذا على أن هذا أمر جائز، لأن معناه الامتثال والمبادرة وإعلان السمع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. اغتربوا قبلوا، هل هذا حديث؟ وهل هناك توجيه حول الزواج من الأقارب في السنة الصحيحة؟ أغربوا تبوا لا تبوا، أغربوا لا تبوا، لا تبوا. وكتبها اغتربوا قبلوا. لا فيها لا محيطا، اغتربوا لا تبوا، بمعنى تزودوا من النساء الغريبات التي لسنا من أقاربكم، تزودوا من النساء التي لسنا من أقاربكم. لا تبوا يعني لا يسبب الزواج من الأقارب ضعف المواليد. لا تبوا أي لألا يسبب زواجكم من القريبات ضعف المواليد. كان هذا معروفا عند الناس أن الزواج من القريبات يسبب ضعف المواليد، ولكن هذا ليس له أصل من الشرع، بل الشرع لا يمنع من الزواج من القريبات الصالحات. وقد تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بنت عمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كان يتزاوجون فيما بينهم، الأقارب يتزاوجون فيما بينهم، ولم يسبب هذا ضعفا في مواليدهم ولا له تأثير في ضعف المواليد، وإنما هذا من كلام الناس أو كلام العوام وليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن حتى الأطباء يركزون على هذا الموضوع. شيخ صالح، ما هو توجيهكم لهم جزاكم الله خيرا؟ نقول هذا ليس له وصف، والأطباء يتوهمون. كلام الأطباء ليس بمعصوم. نعم، يخطئ ويصيب. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن تنصحونهم بألا يغرسوا هذا في أذهان الناس؟ نعم، ننصحني لأن هذه المقالة لا تغذى وتنمى بين الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. موضوع آخر يثيره أخونا صاحب هذه الرسالة فيقول: صديق لي يحلق لحيته، أنكرت عليه ذلك فقال: أنا لا أقصد المعصية وأنا أحلقها للتقوية فقط. ويستمر حول هذا الموضوع إلى أن يسأل فضيلتكم فيقول: كيف يكون توجيهكم خاصة لمن تكون لحيته في بدايتها وأول عهدها؟ وأخبرونا كيف كانت لحيته عليه الصلاة والسلام ولحى صحابته رضي الله عنهم. أفاء اللحية وإطعامها هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفائها ونهى عن حلقها، فدل على أن إفاء اللحية واجب وأن حلقها حرام، والأحاديث في هذا ثابتة في الصحيحين وغيرهما، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعده من التشبه بالأعاجم، وإكرام اللحى أيضا هو من خصال الأنبياء، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا لحية، وكان فكرته عظيمة عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يقول أنا لا أحلقها لا أقصد المعصية، هذه مغالطة، هذه مغالطة منه، لأنه إذا بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم راح يفعله بعد بلوغ النهي إليه ويقول أنا لا أقصد المعصية، هذه مغالطة، العاقل لا يقول هذا الكلام أبدا، لأن مخالفة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم معصية، وطاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة، هكذا يكون المسلم. يجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذه المغالطة، ولا يجوز حلقها بقصد أنها تقوى أو أنها تنبت قوية، هذا من خداع الشيطان، بل اللحية تترك على ما هي عليه سواء كانت كثيفة أو خفيفة، تترك على ما هي عليه. أما حلقها من أجل أنها تقوى فهذا من التنطع، إما أن يكون من التنطع وإما أن يكون من وإما أن يكون من المغالطة كما سبق، فلا يجوز هذا الأمر. جزاكم الله خيرا.
إذا فاتتني سنة قبلية لكون تأخر فهل أقضيها بعد الصلاة؟ لو قضيتها بعد الصلاة فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقضي النافلة الراتبة التي قبل الفريضة كما قضى راتبة الظهر بعد العصر، إلا أن يقال إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته، ولكن الأصل عدم الخصوصية. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلة الشيخ عن رجل لا يهتم بصلاة السنة والنوافل، ما هو توجيهكم له جزاكم الله خيرا؟ صلاة السنة والنوافل ليست بأمر واجب، المهم أن يصلي الفرائض ويحافظ عليها، وصلاة السنن والرواتب والمكملات، هناك سنن مؤكدة وهناك سنن مطلقة أو سنن مقيدة وسنن مطلقة، ومن السنن المقيدة الرواتب التي مع الفرائض وهي من أكثر السنن، وهي كما بين حديث عبد الله بن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم عليها، وقد حفظها ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي ترك الرواتب التي مع الفرائض، إلا في حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يترك الرواتب إلا راتبة الفجر، فإنه لا يتركها حضرا ولا سفرا، فكذا من النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الرواتب التي مع الفرائض سنن مقيدة وسنن مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يتركها، بل إن بعض الفقهاء شددوا في تركها وقالوا لا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب التي مع الفرائض، هذا يدل على خطورة الأمر. وأما بقية النوافل صلاة الليل وصلاة الضحى وسنة الوضوء فهذه سنن فيها خير كثير، فيها أجر عظيم، وينبغي للمسلم أن يشارك فيها بما تيسر له، أن يكون له نصيب من قيام الليل، والوتر أيضا سنة مؤكدة لا ينبغي تركه لا في الحضر ولا في السفر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فهو من السنن المؤكدة. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف هاء ألف سين، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول هل تجوز في الصلاة سواء الفريضة أو السنة أن نقرأ من المصحف مباشرة؟ الفريضة لا داعي للقراءة من المصحف لأنه يكفي فيها ما تيسر من القرآن من السور القصار أو من بعض الآيات، أو حتى لو لم يقرأ فيها غير الفاتحة فإن صلاته صحيحة، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن سنة وليس بواجب. أما في النوافل إذا كان الإنسان يريد أن يطيل القراءة وليس عنده محفوظ من القرآن كثير فلا بأس أن يقرأ من المصحف. النوافل إذا أراد أن يطيل القراءة وليس عنده محفوظ كثير من القرآن، أو يريد أن يقرأ القرآن كله ويستعرضه في صلاة النافلة أو صلاة الليل فلا بأس أن يقرأ من المصحف. ما حكم تغطية المرأة يديها في الصلاة؟ تغطية المرأة يديها في الصلاة أمر واجب، لا يجوز أن يظهر من جسمها شيء في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها، فإنها تغطي جميع جسمها عند الرجال غير المحارم. أما إذا كانت تصلي في مكان خال عن الرجال أو ليس عندها إلا رجال من محارمها أنها تستر جميع جسمها مع الوجه. جزاكم الله خيرا. هل يجوز عندما أقوم الليل للصلاة أن أصلي أنا وأمي جماعة، وهل يجوز أن أجهر بالقراءة لتسمعني أمي؟ صلاة الجماعة في النافلة لا يداوم عليها، إذا فعلت بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على صلاة الليل جماعة هذا لا يكون إلا في شهر رمضان المبارك، فإنه ثبت أنه تصلى في التراويح جماعة. أما ما عدا ذلك من النوافل فإذا صليت جماعة في بعض الأحيان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بعض الأحيان مع بعض أصحابه فلا بأس، أما المداومة عليه فإنه لا يجوز. جزاكم الله خيرا. اتصل عن الجهر بالقراءة، جزاكم الله خيرا. الجهر بالقراءة بالليل إذا لم يسمعها أحد فإن إذا لم يسمعها أحد يفتكي بصوتها إنها تجهر، أما إذا كان حولها من يفتكن بصوتها من الرجال أو يترتب على جهرها بالقراءة أنها تؤذي من حولها من النائمين أو تشوش على من يصلي قريبا منها فإنها لا تجهر بصوتها. جزاكم الله خيرا. في حديث عن الرسول صلى الله
الله عليه وسلم معناه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عمل ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والسؤال: هل المقصود بالولد الصالح هو المذكر دون الأنثى؟ وهل الحفيد سواء كان مذكرا أو أنثى يمكن أن يقوم مقام الولد الصالح؟ وهل المقصود بالصدقة الجارية هو بناء المساجد فقط أم هي شاملة؟ جزاكم الله خيرا. يراد بالولد الصالح الذرية من الذكور والإناث، سواء كانوا من أولاد سن أو من أولاد البنين أو من أولاد الأولاد، مهما نزلوا فإنهم يعتبرون من الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي بن فاطمة رضي الله عنها، قال: إن ابني هذا سيد، مع أنه ابن بنته عليه الصلاة والسلام. فأولاد الأولاد يعتبرون من أولاد للشخص، ويشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، سواء كان من صلبه أو من أولاده مهما نزلوا. أولاد الأولاد ولا أولاد البنات؟ أولاد الأولاد ذكورا وإناثا، أولاد الأولاد. أما لو كان المراد الذكور قلنا الأبناء، إذا قلنا الأولاد فهو يشمل الذكور والإناث. ولهذا قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. فلفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث. وأما الصدقة الجارية، قد ذكر العلماء أن المراد بها الوقف، سواء كان مسجدا أو رباطا أو بيتا يسكنه المحتاج أو ما أشبه ذلك. المراد به الوقف، صدقة الجارية يعني مستمرة، خلاف الصدقة المنقطعة التي تنقطع. الصدقة الجارية هي المستمرة بعد وفاة الواقف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا خشي الإنسان أن يخطئ في حرف أو ينقص حرف من القرآن الكريم، فكيف توجهونه جزاكم الله خيرا، ولا سيما إذا كان في الصلاة؟ يوجهه بأن يتأنى في القراءة، وأن لا يستعجل، وأن يرتل القراءة ترتيلا كما أمر الله تعالى بذلك، قوله: ورتل القرآن ترتيلا، قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا. فنوصيه بأن لا يستعجل في القراءة، وأن يتأنى فيها ويتدبر ويحرص على إتمام القراءة، ويعينه الله سبحانه وتعالى. أما العجلة فهي التي تسبب سقوط بعض الحروف أو تسبب الإخلال بالقراءة، وقد تسبب أيضا الغلط في القراءة وتجاوز بعض الآيات نسيانا. جزاكم الله خيرا. من الأمارات العربية المتحدة رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول: مستمعكم الدائم وأخوكم في الله أنس عبد الرزاق من مدينة كلف دار محافظة فارس إيران ومقيم في الأمارات. أخونا يسأل ويقول: هل تجوز قراءة القرآن بلا وضوء لمن يعجز عن الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تجوز قراءة القرآن لمن عليه حدث أصغر ولو لم يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حالاته ما عدا حالة الجنابة. لم يكن يحدثه صلى الله عليه وسلم عن تلاوة القرآن إلا الجنابة كما جاء في الحديث. وإذا كان يريد الأفضل وليس عنده ماء فإنه يتيمم ويقرأ، حتى لو كان عليه جنابة وليس عنده ماء، أو عنده ماء لا يكفي لحاجته وطهارته، أو يعجز عن استعماله، فإنه يتيمم بالصعيد الطيب ويقرأ القرآن ويصلي. أيضا قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي